مشاهدي قناة سهيل أينما كنتم، طيب الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. حكومة الوفاق ترتيبات لمؤتمر الأصدقاء وترحيب باستثمارات تركية وأمريكية. سياسيون، انضمام السلفيين إلى العملية السياسية إحدى ثمار الثورة الشعبية. ساحات الثورة، تصعيد لاستكمال ثورة الشعب. الجيش السوري يجتاح إدلب والخارجية الروسية، الأسد تأخر كثيرا. التقى الوفد الفرنسي الذي يزور اليمن برئاسة مندوب وزير الخارجية باتريس باولي الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان بساحة التغيير بصنعاء اليوم وعددا من شباب الثورة. واستمع الوفد إلى عدد من رؤى الشباب حول مستقبل اليمن وإجراءات سير المرحلة الانتقالية في نظر الثوار، والتي أكدت على إعادة هيكلة الجيش ومحاكمة كل من تلطخت أيديهم بدماء الشباب. وفي اللقاء رحب باتريك بما تم في اليمن من تغيير، مؤكدا على ضرورة تنفيذ المبادرة الخليجية بشكل كامل. أرحب مرة أخرى بالسيد مستشار أنا الجبيه، وأنا حقيقة يعني كنت في فرنسا والتقيت وزير الخارجية وكان اللقاء يعني رائع جدا، وفرنسا دائما مساندة لمطالب اليمنيين ولمطالب الثورة الشبابية الشعبية. وكان في المؤتمر الصحفي الذي التقيت فيه بالسيد جبيه تحدث بإعجاب كبير عن ثورة الشباب، عن الثورة الشبابية الشعبية. وبعد استماع الوفد لآراء الشباب طاف الوفد بساحة التغيير بصنعاء، كما زار المستشفى الميداني في الساحة. رافق الوفد نائب وزير الخارجية الفرنسي والسفير الفرنسي بصنعاء فرانك جيلي. أكد رئيس الوزراء اليمني محمد سالم بازندو على ضرورة وأهمية الدور الفرنسي الداعم للحكومة اليمنية في الاجتماع المقبل لمجموعة أصدقاء اليمن، إضافة إلى المؤتمر الدولي للمانحين لدعم اليمن. وأشاد باسندو لدى لقائه الوفد الفرنسي الذي يزور اليمن حاليا برئاسة رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الفرنسية باتريس باولي بالدور الفرنسي والحيوي ومناصرته خيارات الشعب اليمني. إلى ذلك استمع رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندو اليوم إلى العرض المقدم من وفد مجموعة شركات بي إي جي الاستثمارية الأمريكية التركية، والذين أبلغوه اعتزام المجموعة استثمار نحو 3 مليارات دولار في مجال إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية في بلادنا. وأوضح الوفد أن مجموعتهم طرحت عرضا بتوليد 1300 ميجاوات من الطاقة الكهربائية بنظام الغاز، لما من شأنه المساهمة في تحسين وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي في اليمن. التقى وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي في الرياض اليوم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، وتم خلال الاجتماع تدارس السبل الكفيلة بدعم الاقتصاد اليمني في المرحلة الانتقالية الحالية واستعراض المشاريع التنموية التي تعتزم الحكومة تنفيذها وبرامج التمويل المطلوبة. كما ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بالتحضير والإعداد لمؤتمر أصدقاء اليمن المقرر عقده في الرياض في أبريل المقبل، وكذلك مؤتمر المانحين المقرر عقده منتصف هذا العام. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب اليمن لتجاوز الظروف الحالية ومساعدتها على تنفيذ البرامج والخطط التنموية الهادفة إلى دفع عجلة البناء بما يلبي احتياجات الشعب اليمني.
بارك سياسيون توجه التيار السلفي لإنشاء حزب سياسي يسمح لهم بالانخراط في العملية السياسية بعد سنوات طويلة من الممانعة والرفض، معتبرين ذلك خطوة مهمة ومن ثمرات الثورة الشعبية. ودعا المؤتمر السلفي في البيان الذي أصدره اليوم إلى ضرورة استكمال جميع الأهداف المشروعة للثورة الشبابية الشعبية السلمية، داعين حكومة الوفاق الوطني إلى التعجيل برفع معاناة الشعب اليمني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وأدان المؤتمر كافة أشكال العنف والتخريب ضد المصالح العامة والخاصة والقتل خارج إطار القضاء الشرعي، مع التأكيد على أن الوسيلة الناجحة لحل مشكلات اليمن لا تتم إلا عبر الحوار الجاد المنطلق من ثوابت الأمة. وأشاد المؤتمرون بالثورات العربية وإنجازاتها الرائدة، كما أعلنوا انضمامهم الكامل مع الثورة السورية. تداعى كوكبة من علماء وقادة ودعاة العمل السلفي لعقد مشاورات متعددة ومتكررة تدارسوا فيها الموقف السياسي لدعوتهم في ظل هذه الظروف التي تعيشها بلادنا والمحيط الإقليمي والعربي. وقد انبثق عن هذه المشاورات واللقاءات دعوة منهم للانطلاق نحو المشاركة السياسية الفاعلة في صناعة القرار وخدمة الوطن وخوض المعترك السياسي كضرورة شرعية وحتمية واقعية. وإشراكاً لقواعد الدعوة السلفية في هذا الأمر، جاء انعقاد هذا المؤتمر السلفي العام والذي حضره مشاركون من جميع التيارات السلفية من عموم محافظات الجمهورية. وفي ختام هذا المؤتمر قرروا الآتي: 1. إنشاء كيان سياسي منبثق عن هذا المؤتمر. 2. تشكيل هيئة تحضيرية لاستكمال إنشاء الكيان السياسي. 3. يوصي المؤتمرون أن يكون مسمى الكيان السياسي اتحاد الرشاد اليمني. اختتمت فعاليات اللقاء التشاوري المنعقد في مدينة بوتسدام الألمانية تحت عنوان معا نحو حوار وطني جامع وناجح في اليمن للفترة من 9 وحتى مارس الجاري 2012. وقال بيان صدر في ختام اللقاء إن المناقشات أزالت الكثير من الحواجز بين المشاركين الذين أبدوا رغبتهم جميعا في استمرار التواصل سعيا لإنجاح الحوار الوطني الشامل. يشار إلى أن المشاركين في اللقاء ناقشوا عددا من التجارب الحوارية المشابهة بغرض الاستفادة منها في الحوارات الوطنية اليمنية. دعت صحيفة الخليج الإماراتية الدول الراعية لمبادرة اتفاق نقل السلطة في اليمن إلى التحرك السريع للوقوف إلى جانب الرئيس المنتخب حديثا عبد الرب منصور هادي ودعمه لمواجهة التحديات والمخاطر التي تعترض طريقه في الإمساك بزمام الأمور. وحذرت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر هذا اليوم الأربعاء هذه الدول من ترك اليمن لمخاطر الفوضى وتداعيات ذلك على الإقليم برمته. وقالت الصحيفة إن المطلوب من هذه الدول هو عدم ترك اليمن وحيدا، خصوصا في ظل حكم جديد لا يزال يتلمس طريقه للإمساك بالسلطة وسط سعي النظام السابق للإبقاء على نفوذه من خلال بقاياه. أكد الفريق الإعلامي والحقوقي الذي زار مديريتي مستبى وكشر بمحافظة حجة أن التوتر ما يزال يسود المنطقة وأن المتارس ما تزال موجودة رغم توقف الحرب بين الطرفين منذ ما يقارب الأسبوع. وكشف الفريق الحقوقي والإعلامي الذي زار منطقة عاهم بمحافظة حجة مطلع الأسبوع الجاري عن جملة من الأوضاع الإنسانية السيئة التي يعيشها النازحون من أبناء كشر وأبناء مستبى، وذلك جراء المواجهات المسلحة بين قبائل حجور والحوثيين. وأضاف الفريق أن الأوضاع الإنسانية للنازحين غاية في السوء، وأن بعضهم يتخذون من الأشجار مأوى في ظل نقص الخيام، كما يعاني النازحون أيضا نقصا حادا في الغذاء والدواء.
نظم شباب الثورة بصنعاء مسيرة رجالية ونسائية حشدة، كانت رسالتها الأبرز الدعوة إلى محاكمة القتلة الذين ارتكبوا مجزرة جمعة الكرامة وغيرها من المجازر الدموية خلال العام الماضي. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. نقطة تجمع جديدة لشباب ساحة التغيير بصنعاء، تمهيدا للخروج في مسيرة رجالية ونسائية حاشدة، إذانا بتدشين مرحلة تصعيدية جديدة في مسار ثورة الشعب السلمية. أحرار وحرائر اليمن نفذوا وقفة احتجاج أمام مكتب النائب العام، مجددين رفضهم القاطع لقانون الحصانة الممنوح لعلي صالح وأعوانه ممن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وما يزالون يمارسون القتل ويتاجرون بدماء اليمنيين من خلال تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية في عدد من المحافظات. الثوار دعوا إلى البدء السريع بإجراء محاكمة مرتكبي مجزرة جمعة الكرامة التي مر عليها عام كامل وما تلاها من مجازر دموية راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى الذين ما يزال الكثيرون منهم يتلقون العلاج حتى الآن. الثوار قالوا أيضا أنهم ينتظرون قرارات تاريخية في اتجاه تحرير المؤسستين العسكرية والأمنية من سيطرة عائلة المخلوع، استنادا إلى الشرعية الشعبية التي حصل عليها الرئيس الجديد عبد رب منصور هادي. الشعب اليمني كله وانتخبك، عسى أن تلبي طموحاته وتحقق أهدافه. مسيرة تعيد للثورة علاقها ووهجها، وهي مسيرة أراد الثوار من خلالها إيصال رسالة مفادها أنهم ماضون في ثورتهم وجهة الدولة المدنية الحديثة. حماس ثوري كبير يعود إلى الواجهة لتأكيد جديد على أن الثورة فعل مستمر حتى تتحقق كامل الأهداف. قناة إسرائيل الفضائية صنعاء. هذا ودعا شباب الثورة إلى سرعة إلقاء القبض على مرتكبي مجزرة الكرامة ومن يقف وراءهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة لينالوا جزاءهم الرادع، كما دعا الثوار في استطلاع أجرته معهم قناة سهيل خلال مسيرة حاشدة إلى سرعة إعادة هيكلة الجيش على أسس ومبادئ وطنية بما يمكنه من أداء دوره في الدفاع عن الوطن وحماية سيادته. نطالب النائب العام تقديم قتلة جمعة شهداء جمعة الكرامة للمحاكمة ومحاكمة أيضا علي عفاش ورفقاء وأبنائه وجميع أفراد أسرته. أبرز مطالبنا كثوار هو محاكمة علي صالح وأزلامه سواء كانوا أبناء أو معاونين من البلطجة. أبرز مطالب شباب الثورة في هذه المسيرة، أولا وجهت رسالة للنائب العام بإلقاء القبض على المدعو علي عبد الله صالح وأفراد عائلته وأركان نظامه الذين كانوا تسببوا في إراقة الدماء اليمنية. كذلك أبرز المطالب رسالة وجهت إلى الرئيس عبد الرب منصور هادي بسرعة هيكلة الجيش والأمن وتحريره من قبضة عائلة أفراد علي عبد الله صالح وأولاده. ونحن نعاهد شهداءنا بأن دماءهم لن تسير هدارا وأن آلام الجنحى لم تذهب ولا ألين الأسرى أدراج الرياح، ونحن مستمرين في تصعيدنا الثوري ولن نتراجع حتى نحقق جميع أهداف ثورتنا. مطالبنا هي واضحة، أنه بسرعة القبض على علي عبد الله صالح ومحاكمة كل أزلامه وأزلامه الذين يرتكبون كل الجرائم وكل الانتهاكات في جميع محافظات الجمهورية. أريد أن أقول لرئيسنا الجديد عبد رب منصور، ما دام أن المخلوع علي صالح وأولاده وأعوانه وبلاطجته يحكمون من وراء الستار ويسرحون ويبرحون ولم يحاكموا، فنحن لا نستطيع أن نبني اليمن الجديد. ونطالب النائب العام هنا بهذه الوقفة أن يتم إلقاء القبض على علي صالح وأقاربه ونجله أحمد. محاكمة علي عبد الله صالح وأعوانه وخاصة من قاموا بقتل الشهداء في جمعة الكرامة ثم تحقيق أهداف الثورة الباقية بإذن الله تتحقق، وإحنا مستمرين في التصعيد دائما بإذن الله. مطلبنا كأمها شهداء وأخوات وجيران أنه يعجل بل الحكم على عائلة عفاش كلهم.
كلهم، احنا ما نتنازلش على دماء الشهداء ولا على جمعتها الكرامة. نفذ أحرار القوات الجوية وقفة احتجاج أمام منزل وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، طالبوه فيها بممارسات صلاحيته وإقالة قائدهم الذين يطالبون بإقالته منذ أشهر في اعتصام متواصل لهم بجوار منزل رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. وفي الوقفة طالب أحرار الجوية وزير الدفاع تقديم استقالته في حال عجزه عن ممارسة مهامه، وهدد أحرار الجوية بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. نؤكد للمرة الألف أن أحرار القوات الجوية والدفاع الجوي لم يخرجوا لمصالح شخصية أو لمناصب قيادية أو لعلاوات فنية، خرجوا من أجل الوطن، خرجوا من أجل الحفاظ على ثروات وامتلكات ومقدرات القوات الجوية التي هي ملك يعني بالأصل هي ملك للوطن، ملك للشعب بأكمله. اعتصم طلاب المعهد العالي للقضاء أمام المعهد احتجاجا على طرد أحد زملائهم من المعهد ومنعه من دخول قاعة المحاضرات منذ قرابة الشهر. واستنكر الطلبة تصرفات عميد المعهد بمنع الطالب من دخول القاعات وكذا عدم قبول إدارة المعهد التظلمات التي قدمها الطالب والتقارير الطبية المرفقة بها لسبب تغيبه عن امتحان. ونشد الطلاب رئيس الجمهورية ووزير العدل وضع حد لما وصفوه بتعسفات عميد المعهد غير المبررة. لا للطرد التعسفي منذ حوالي شهر وأنا مطرود من المعهد العالي للقضاء دون أي ذنب، ومع الأسف الشديد رغم التظلمات التي قدمتها ورغم إبداء الأسباب، مع أن القانون لا يبيح هذا الطرد التعسفي. طافت شوارع شبوه اليوم مسيرة حاشدة أطلقوا عليها مسيرة التعبئة الثورية للمطالبة بسرعة هيكلة الجيش واستكمال بقية أهداف الثورة وفاء لشهداء الثورة وتحقيقا لتطلعاتهم ببناء يمن جديد ينعم فيه كل أبنائه بالخير والحياة الكريمة. قد رحلنا راس البلطاجية، الشعب يريد الدولة المدنية، قد رحلنا راس البلطاجية، الشعب يريد الدولة المدنية، والباقي أسهل من اللوالية، الشعب يريد الدولة المدنية، الشعب يريد الدولة المدنية، الشعب يريد الدولة المدنية. وحيوا معي زوار الجوية، الشعب يريد الدولة المدنية، والهيكلة حاجة ضرورية، الشعب يريد الدولة المدنية، ويا أبناء شبوه صرخة قوية، الشعب يريد الدولة المدنية. خرجت اليوم مسيرة حشدة في مدينة رداع وهتفت المسيرة لاستمرار في التصعيد الثوري وفاء لشهداء الكرامة وكل الشهداء الذين سقطوا في سبيل إحقاق العدالة وإزالة الحكم الأسري، كما هنأ ثوار رداع الدكتور توفيق ذيبان بمناسبة تحريره من سجون الأمن القومي التي ظل معتقلا فيها لأكثر من 8 أشهر. عدل في عزل الأبناء، هيكلة الجيش مطلبنا، وكتاب الله يحكمنا، هيكلة الجيش مطلبنا، وكتاب الله يحكمنا، لازم تأسس جيش واحد، جيش وطني مش ملك لأحد، لازم تأسس جيش واحد، جيش وطني مش ملك لأحد. يا هادي دينا.
شهدت مديرية الرضمة في محافظة إب اليوم مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أبناء المديرية، طالبوا خلالها بسرعة إعادة وهيكلة الجيش والأمن ونزع أفراد العائلة من المؤسستين الأمنية والعسكرية وفرض هيبة الدولة. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. الآلاف من أبناء مديرية الرضمة في محافظة إب يخرجون في مسيرة حاشدة جابت الشارع العام، رددوا خلالها شعارات وهتافات استنكرت ما وصفوه بالانفلات الأمني وأعمال التقطعات المتبادلة للناقلات بين محافظتي إب ولهب والتي تعد مديريتهم طرفا فيها. فاليوم خرج الشعب ليس حزب واحد وإنما الشعب كامل لما مسه من الضر، ما يحصل من اختلالات أو انفلات أمني من سبب تقطعات الطرق. المشاركون في المسيرة نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى إدارة الأمن مطالبين الجهات الأمنية والرسمية بالمحافظة تحمل مسؤولياتها الكاملة والقيام بدورها القانوني في ضبط الأوضاع ومعالجة الاحتلالات، مهيبين بالمواطنين سلوك الطرق الشرعية والقانونية للوصول إلى حقوقهم وعدم الانجرار خلف جهات تسعى لإثارة الفوضى في البلاد. نعلن استنكارنا الشديد لأعمال التقطعات والابتزازات وإغلاق السكينة العامة في المديرية وغيرها. نحمل محافظ محافظة إب ومحافظ محافظة لحج وإدارتي الأمن في المحافظتين ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن التقصير الحاصل منهم تجاه عملية التقطع المشينة والانفلات الأمنية المروع، ونحملهم كامل المسؤولية في حل إشكاليات التقطع القائمة. أبناء الرضمة وهم يعلنون رفضهم للفوضى والعنف أكدوا أن القضاء على مشكلة الانفلات الأمني والاختلالات القائمة لن يتحقق ما لم يتم إبعاد القيادات العائلية من رأس المؤسستين الأمنية والعسكرية وإعادة هيكلتها على أسس حديثة. هيكلة الجيش. ارفع صوتك ساكت ليش؟ مطلب لا هيكلة الجيش. اليوم هي عملية استنكار ضد التقطعات الحاصلة في المديرية وفي محافظة لحج. نحن ندين ونستنكر بشدة هذه التصرفات الغير حضارية الغير شرعية. ونهيب أصحاب الحقوق المدعيين أن يسلكوا الطرق الشرعية للوصول إلى حقوقهم، ونحمل الجهات الأمنية للمديرية والوزير الداخلية بالذات مسؤولية حل الإشكاليات القائمة والقيام بواجبهم الدستوري والقانوني لضبط الأوضاع. أثنى للعالم بأننا مسالمين وسنظل مسالمين وندين التقطعات والأعمال التخريبية. هذه التقطعات وهذه الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية كلها سببها عدم هيكلة الجيش والأمن، لذلك نطالب بسرعة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية سليمة. يوما بعد آخر يثبت الشعب اليمني حكمته ووعيه الكبيرين، فهو اليوم يخرج إلى الشارع مطالبا بتكريس وجود الدولة وفرض هيبتها وحث الجهات المختصة للقيام بواجباتها القانونية والدستورية في حفظ الأمن والاستقرار وتوفير السكينة العامة للمجتمع. نصر المسعدي، قناة سهيل، الرضمة. أعلن موظفو شركة النفط فرذمار إضرابهم المفتوح عن العمل للمطالبة بإقالة الفاسدين من الشركة وتلبية مطالبهم الحقوقية. المئات من عمال شركة النفط اعتصموا أمام مقر فرع الشركة بذمار رافضين أي تسوية مع إدارة الشركة التي قالوا عنها إنها فاسدة، وأشار الموظفون إلى أنهم محرومون من التسويات الوظيفية منذ 5 سنوات وطالبوا بتصحيح لوائح الشركة والتي تفصلها إدارة الشركة حسب احتياجاتها. المطالب الموظفين عبارة عن تثبيت العمال المتعاقدين في المحطات والإدارة بالنسبة للمطالب الحقوقية، مساواتنا بديوان عمل الوزارة للمستحقات، المطالبة بتغيير القيادة الفاسدة.
أشهر أطباء وصيادلة بمحافظة إب فرع الهيئة الإدارية للجمعية الطبية الخيرية برئاسة الدكتور منصور باشا، ويهدف فرع الجمعية في إب إلى إقامة المخيمات الخيرية والقوافل الإغاثية والعيادات المتنقلة والمساهمة في حملات التحصين ضد الأمراض المختلفة، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الصحية. يواصل موظفو هيئة البحوث الزراعية بذمار اعتصاماتهم للمطالبة بإقالة الفاسدين ومحاسبة المتورطين بقضايا فساد. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. ناشد موظفو هيئة البحوث الزراعية في اعتصام نفذوه أمام مكتب الهيئة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني النظر فيما وصفوه بالفساد الإداري والمالي الذي استشرى في الهيئة، وإصدار قرارات تعيين لكوادر غير مؤهلة بالرغم من وجود كوادر متقاعدة منذ أكثر من 7 سنوات. لا مرتبات وصلتنا ولا علاوات مثل الناس أي مؤسسة حكومية. الناس الثانيين متعاقدين لهم من 5-6 سنين وجوا وظفوا أولادهم وأقاربهم فورا، إلا الناس المساكين لا لهم أي ولا وساطات. إحنا من حنجابية المتير لا عرفنا أضافي لا عرفنا حقنا الأشوال ما عرفنا شيء، أتلنا الجوع أتلنا الفقر، إحنا ما نعرف هذا. دخلنا لا عندنا، نحن كل بطل الأضافي لا دكتور نشتي بطل الأضافي، قالت لنا بدل مكياج طلتكم الله هذا تقوى. أنا طالب حقوق الرواتب الأضافي يا بطل العمل كل شيء. مكتب هيئة البحوث الزراعية بمحافظة دمار يعد المركز الرئيسي في الجمهورية، وله 14 محطة بحثية موزعة على مكاتب المحافظات، ويمتلك مكتب الزراعة أراضي زراعية يتم إجراء بحوث زراعية فيها. وعند زيارتنا لهذه الأراضي وجدناها أرض قاحلة لا شيء فيها سوى هذه الأغصان المتهاوية التي لا تبعد سوى بضعة أمتار من أمام بوابة الهيئة، إلا أنها تبحث عمن يروي عطشها من الظمأ، وقد تم زراعتها مؤخرا بحسب مصادر مطلعة بأكثر من 3 مليون ريال، ويعتبره الموظفون شاهدا على فساد رئاسة البحوث الزراعية. فساد مستشري بل ضرب عروقه، وصل إلى حد أنه تؤخذ حقوق الموظفين، نهبات مستحقات موظفين تم رصدها في الميزان العام، في الباب الأول رصدت وتم أخذها بمعدل 2,700,000 ريال كل ربع. قاتهم تم شراء أسلحة، هذا مصيبتنا الآن، شرات أسلحة بداخل الهيئة، لماذا؟ نشتي نعرف ليش. وقد طالب المعتصمون في بيان لهم حكومة الوفاق الوطني العمل على رفع مستوى البحث العلمي وإقالة الفاسدين ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة وتعيين قيادات جديدة للهيئة من ذوي الكفاءة العلمية، وحل مشاكل المتقاعدين، وإعادة النظر في توزيع المنازل التي تم صرف بعضها بالمحسوبية، وانتخاب قيادات جديدة للنقابة. يوسف العزري، قناة سهيل، محافظة دمار. أكد نشطاء سوريون تمكن الجيش النظامي السوري من السيطرة الكاملة على مدينة إدلب، وقال النشطاء إن مقاتلي الجيش الحر انسحبوا جميعا من المدينة. من ناحية أخرى قال نشطاء إن قوات الجيش السوري اشتبكت الأربعاء مع مقاتلين يسيطرون على حي رئيسي في مدينة درعاء الجنوبية على الحدود مع الأردن. دبلوماسيا، أعلن المتحدث باسم كوفي أنان المبعوث العربي الدولي إلى سوريا أحمد فوزي أن أنان تلقى ردا من الرئيس السوري على مبادرته لتسوية الأزمة السورية. وكان أنان قدم الأحد الماضي سلسلة مقترحات للخروج من الأزمة السورية، موضحا أن مباحثاته تناولت ضرورة الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل والسماح بدخول المنظمات الإنسانية والبدء بحوار بين الحكومة والمعارضة. وقال عنان في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة إنه بمجرد تلقي الجواب السوري سيعرف المجتمع الدولي كيف يتحرك ويتصرف. إلى ذلك، وفيما بدا أنه بداية تحول في الموقف الروسي، انتقد وزير الخارجية الروسي سيري لافروف اليوم الأربعاء الرئيس السوري بشار الأسد بسبب ما وصفه بالتأخير الكبير في تطبيق الإصلاحات لإنهاء الأزمة في البلد الحليف لروسيا.
وأعلن لافروف خلال جلسة نقاش في البرلمان الروسي الدوما أن اعتماد نظام الأسد إصلاحات جيدة من شأنها تجديد النظام والانفتاح على التعددية، لكن ذلك تأخر كثيرا. وحذر لافروف من أن يأتي اقتراح بدء الحوار السوري الوطني متأخرا أيضا، في وقت تتقدم فيه المقاومة المسلحة ميدانيا. في نهاية النشرة أعود وأذكر بأبرز العناوين. حكومة الوفاق ترتيبات لمؤتمر الأصدقاء وترحيب باستثمارات تركية وأمريكية. سياسيون انضمام السلفيين إلى العمليات السياسية إحدى ثمار الثورة الشعبية. ساحات الثورة تصعيد جديد لاستكمال ثورة الشعب. الجيش السوري يجتاح إدلب والخارجية الروسية الأسد تأخر كثيرا. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.